بعدين نجي للانترا كانال انسترومنت ورا ما خلصنا او الانسترومنت اللي نستخدمها انت كانال. طبعا عندنا الفايلز والريمر وانواع مختلفه. بعدين نجي للروتري انسترومنت ايضا ناخذ فكره عنها، شنو انواع الروتري انسترومنت، شنو الاختلافات بينها، مش وقت بدت الانسترومنت الاوليه او السيستم الاوليه شلون كانت، شنو الفرق بالديزاين مالتها، ليش تصير اختلافات بالديزاين، ليش الروتيشن تختلف من وان سيستم تو ذا اذر، ليش الكروس سكشن يختلف، فهاي كلها ناخذها بالروتري انسترومنت. بعدين نجي على المايكروبيولوجي اوف روت كانال، احنا شنو فائدتها؟ ليش نسوي روت كانال؟ بدنا نسوي انسترومنتيشن، بدنا نسوي اوبتريشن، نحافظ على السلم، شلون نحافظ على السلم؟ لا احنا اوكي دنعم، بس احنا شنو اللي دنزيله من داخل الكلام؟ او مايكرو مايكرو مايكروبس. فهاي المايكروبس يراد انت تدرسها وتعرفها وشلون تتولد وشنو الفائده، انت ليش تسوي اوبتريشن؟ يعني انت اكو سبيس ميتتهم وسويت انسترومنتيشن. اولا انسترومنتيشن الى تو اوبجيكتيف، انه تشيل الانفكتد ديد اللي موجود او الانفكشنز، وايضا تسوي شيبنج شكل معين حتى تقدر شنو تخلي الاوبتريشن ماتيريال. مشكله طب الاسنان دائما انه الماتيريال مالتنا دائما بيها شورت كومنج، بيها يعني نقوصات، ما ممكن انه توصل للناتشرال ستراكشر اوف ذا تو، ما تقدر توصل للدنتين ولا تقدر توصل للانامور كصفات كخصائص فيزيائيه، تمام؟ فلذلك نضطر احنا كاطباء اسنان او عامل طب الاسنان انه نسوي بريبريشن، سواء كان بالكافيتي بالكلاس 1 كلاس 2، لان الامالجام ما ممكن يلزم الا بشكل معين، صحيح، ريتنشن وريزيستنس، لانه الخطا وين او المشكله وين؟ صفات الامالجام. الامالجام هو ضعيف او انه يتشكل بشكل معين، فنضطر انه نسوي شيء حتى ادابت تو ذا كاركترستيك اوف ذا ماتيريال. نفس الشيء الجتابرتين، من تحتاج تخليها بروت كانال تحتاج انه تسوي لها فد سبيس معين حتى تقدر تخلي الجتابرتا، ما عندنا ماتيريال ثاني، اكو ماتيريال اخرى بس كلها بيها شورت كم. هي هاي مشكله طب الاسنان، انه ماكو شيء يعوض لك الدنتين والانامور او يعطيك نفس صفات الدنتين والانامور. فلذلك تضطر انه مرات تاخذ من السن او من التوث ستراكشر حتى تعوض هاي الشورت كم. فهاي فكره لازم تخلوها بالكم، ترى العلاجات طب الاسنان مو سحريه ولا نهائيه، يعني سوي فلين مو نهائيه، شوف وين فلين ورا فتره هم توقع وتتخربط وتتكسر، او سوي روت كانال هم ورا فتره هم فد مشكله. فلذلك علاجات طب الاسنان يعني انا امثلها ترقيعيه، شو السبب؟ لانه ما عندنا ماتيريال تسد الريكوايرمنتس اللي موجوده بالدنتين والانف. ورا ما ندرس المايكروبيولوجي ننتقل الى الاوبتريشن ماتيريال، شنو هي الماتيريال اللي عندنا وشنو اللي راح نستخدمها. بعدين ننتقل الى الاوبتريشن سيستم اللي تستخدم في عمليه الاوبتريشن. في حالات اكو عندك يصير عندك امرجنسي بالتريتمنت، سواء قبل التريتمنت يجيك البيشنت بين سوالين هايبرتبر امرجنسي، او اثناء التريتمنت بين وسوالين او باس يجيك البيشنت فهذا يعتبر امرجنسي، او انه افتر اوبتريشن يستمر البين او يستمر سوالين. ترى نسبه الفيلر بالروت كانال جدا عاليه، جدا جدا عاليه. فلذلك اكو فالديبيت ما بين الامبلانت وما بين الروت كانال، ناس تشجع الامبلانت وناس تشجع الروت كانال، يقول لك الروت كانال عنده نسبه فيلر 25%، يعني هذا امريكا تعتبر فشيء جدا عالي، لانه في امريكا تقريبا 15 مليون حشوه جذر بالسنه. فتصور 25% منهم يعني بالملايين راح تكون فيلد. فنسبه عاليه واسعارها جدا عاليه. كذلك الامبلانت هم منع فيه من الفيلر، الامبلانت هم فيه فيلر. فاكو ديبيت يعني حاليا اكو فد يعني شلون جدال ما بين جماعه السبورت اوف ذا امبلانت وجماعه السبورت اوف ذا روت كانال. بعدين لما نسوي الروت كانال او نكمل عمليه الروت كانال تجي عمليه ريستوريشن اوف الميديكال. ليش بدي اسوي الروت كانال؟ غير حد ريستور فانكشن اوف ذا توث، غير حتى تسوي له حشوه. فاول نقطه من تستلم البيشنت تشوف انه التوث ريستورابل ولا ما ريستورابل. تشوف الـ K
كاريز من الماست وصل الى مستوى بحيث ما يخليك تقدر تسوي ريستوريشن للتوث، لان شو الفائده ان المريض سوى تحت الجذر وهو ما يقدر يستفاد من التوث، ما في فائده سواء من ناحيه انك تسوي له ريستوريشن على المدى الاستيك او على المدى الفانكشن. بعدين ننتقل الى الاندوكريو ليجن، ناخذ فكره عنها، لان اكو دائما ليجنز تكون كومبينيشن ما بين الاندو والكريو، وهذا طبعا مسليدين كلش للطبيب الاسنان. اكو وايد طبيب اسنان ما يقدر يعرف او يميز ما بين الكريو ما بين انه هذا الليجن بدك كبريو وانتهي بالاندو، لو بدك الاندو انتهي بالكريو، يعني يصير مثل كوميونيكيشن ما بين الكريو ما بين الاندو. بعدين نجي عمليه البليجنج، دائما الاسنان اللي نسوي لها حشوه جذر فيها مشكله الديسكالوريشن والدارك كلر، فلذلك البليجنج يعتبر جزء من البروسيجر اللي نستخدمها بالاندو. اليوم راح ناخذ عن الدايجنوسيس الاندوكرينولوجي. طبعا الدايجنوسيس هو عمليه او بروسيجر مكونه من عده خطوات. اول شيء اكسبتنس اوف ذا بيشنت، عاده بالخارج مثلا يكون تخصص الاندو، يكون تخصص فاذا تخصص بالاندو يحولوا لك الكيسات مال الاندو. فاول شيء اكسبتنس اوف ذا بيشنت، بعدين ريكوجنيشن اوف ذا بروبلم. شلون ريكوجنيشن؟ انك تتواصل ويا المريض تعرف شنو مشكلته. بعدين determining the cause of the problem اللي هو مسؤوليتك انه تحدد سبب المشكله، chief complaint او recognition of the problem نتيجه communication with the patient تحدد لك. فقلنا recognition of the problem اول شيء تحدد شنو هي المشكله، pain, loss of function, swelling. بعدين تنتقل الى determining the cause اللي هو راح نمشي بالبروسيجر مالتها انه تستخدم اندودوتيك تيست. بعدين ديفلوبمنت اوف تريتمنت بلان، ورا ما تحدد الكوز تحدد التريتمنت بلان مالتك. ريكوايرمنت اوف دايجنوستيشن، يعني معناها الشخص اللي يسوي الدايجنوسيس لازم تكون عنده ريكوايرمنت معينه. اول ريكوايرمنت النولج، المعرفه، لازم انت تكون مسلح بالمعرفه حتى تعرف شلون تسوي الدايجنوسيس مال كيس. اذا انت ما تعرف كل شيء فما ممكن راح توصل الى الدايجنوسيس. شنو قصدي بالمعرفه؟ معرفه مثلا انتم اخذتوا الهيستوباثولوجي اوف ذا توث او اوف ذا باوث، تمام؟ فتعرفون انه اكو حالات تكون ريفرسبل، اكو ريفرسبل. شنو صفات الريفرسبل؟ شنو صفات الريفرسبل؟ راح احكي لكم عنها هسه ان شاء الله. فالنولج هي هاي، انه انت تعرف شنو الحالات التشخيص اللي ممكن تشوفها. بعدين الانترست والكيوريوستي، لازم تكون مهتم بالحاله وعندك اهتمام بهذا الشيء. اكو دقمة الناس؟ هاي اكو فمثل ما قلنا الانترست والكيوريوسيتي الاهتمام والفضول، لازم يكون عندك فضول حتى تعرف هاي الحاله. مثل ما قلنا الانترست والكيوريوسيتي، بعدين عندك البيشنس او الصبر، انه لازم تصبر على الحاله حتى تعرف تعطيها الوقت وتعطيها enough understanding to understand the reason of the problem. لذلك بني ثلاث صفات بتكون عند الدايجنوستيشن. الستيبس اوف دايجنوستيس، اول شيء عندي ميديكال اند دنتال هيستوري، بعدين كلينيكال اكزامينيشن، بعدين نسوي اندودوتيك تيست. لذلك القياسات اللي تستخدموها لازم تكون كل الخطوات هذه حتى توصلون للدايجنوستيس الصحيح. اول شيء ميديكال هيستوري. It is very important to identify the medical history as it may interfere with dental treatment. بمعنى انه اكو حالات عند المريض ممكن انه تتداخل ويا التريتمنت مالته. مثلا بليدنج، عنده history of bleeding، او ياخذ ادويه statin او ادويه تمنع تخثر الدم. فلذلك لازم تخلي بالك انه هاي الحالات تاثر على التريتمنت مالته. فاما تقطع الدواء قبل فتره اذا كان عندك سيرجيكال بروسيجر، بالمناسبه الاندو ترى مو بس روتينات، الاندو هو حتى السيرجي، لان اكو نوعتين اندو، اكو سيرجيكال اندونوتيك او سيرجيكال روتيناتيك واكو نان سيرجيكال. اللي انتم
نستعمله نون سيرجيكال اورجنال تريتمنت او نون سيرجيكال اندرمنتري. لذلك البريدنج هيستوري مهمه، الهارت ديزيز من ناحيه الفاتيج اوف ذا بيشنت ديورينج ذا بروسيجر، او من ناحيه اللوكال انستيزيا التطبيق. اللوكال انستيزيا اذا كان فيها ادرينالين راح يسبب لك مشكله اذا كان المريض عنده هارت ديزيز. وعندك دايابيتس من ناحيه الهيلنج خلي بالك انه اذا كان البيشنت عنده بري ابيكال ليجن بالتوث فالهيلنج اذا كان عنده دايابيتس راح تكون هواي اقل مما لو كان هيلثي بيشنت. وعندنا الهايبرتنشن ايضا ريليتد تو ذا لوكال انستيزيا اند ذا فاتيج اند ستريس ديورينج ذا تريتمنت. وعندنا الاتش اي في والهيباتيتس لا ريليشن بالكروس انفكشن ما بينك وما بين البيشنت وما بين الستاف والبيشنت ايضا ومديكيشن الى بيشنت. المديكيشن ايضا خلي بالك اذا كان اكو اني مديكيشن هذا المديكيشن اللي ممكن انتفير بالذا تريتمنت. فتاخذ ميديكال هيستوري كامله من عندك. بالنسبه لكم بالعياده يعني ركزوا على امراض القلب البريدنج ايضا الدايبيتس السكر تركزوا عليها الهايبرتنشن والامراض الانتقاليه. حاولوا تعرفون شنو اللي المريض مر به. وايضا تقارن على الفايتال ساينس راح ناخذها في الاكزامينشن تقارن اذا عيونه صفر اذا السكن مالته يكون اصفر فلازم تنتبه على هاي الامور حتى تعرف انه هذا البيشنت عنده بروبلم او لا. بالنسبه للدنتال هيستوري كلش مهمه. اذا عرفت انه المريض ما عنده بريفيس دنتال هيستوري شنو تخلي ببالك؟ انه هذا المريض مثلا يخاف من طريق الاسنان راح يسبب لك يعني انكوبريشن فلذلك لازم تتعامل وياه بطريقه معينه او انه تكون عنده الرجي ممكن انه لاول مره تعطيه انستيزيا يصير انفلاكتيك شوك. فهاي الامور تخليها ببالك فتسال دائما اذا عنده بريفيس دنتال هيستوري سواء فيلنجز حشوات او قلع او اي تريتمنت اخرى. Help determine allergy and anxiety. The present dental illness اللي هو المهم ليش جاي؟ شنو المشكلة؟ كلمات المريض نسميها chief complaint بمعنى ال يعني شلون المشكلة الرئيسية. Described by patient's own words بمعنى كلمات المريض هو شو يقول لك راح يكون هو هذا chief complaint فتسجله بالكيس شيت. قال لك pain pain حدد الكوادرنت pain الكوادرنت apart right left فتحدد الكوادرنت اللي فيه pain usually it will be pain in RCT cases. بس لازم تخلي ببالك انه pain او الشيف كومبلين دائما يكون سبجكتيف يعني يفرق من مريض الى مريض. يعني اكو مريض يقول لك الم بس المريض الثاني ما يحس بنفس الالم يقول لك عندي مشكله في الاسنان بس ما يحدد شيء. It is up to the patient evaluation and tolerance to the pain. المريض يتحمل الالم المريض ما يتحمل الالم. فلازم تخلي بالك انه سبجكتيف بمعنى انه ما تعتمد عليه بصوره كامله. يقول لك دكتور عندي تسوس هنا بالسن انت ما تعتمد عليه بس تسجله بس انت اللي راح تحدد شنو هي المشكله. لانه تختلف من مريض لمريض سبجكتيف، سبجكتيف بمعنى انه مو اوبجكتيف، عكس كلمه اوبجكتيف، اوبجكتيف بمعنى انه موضوعي، ما يفرق من واحد الى واحد، او ما يفرق من تيست الى تيست. بس السبجكتيف يفرق من انسان الى انسان، كل انسان يفرق عن الثاني. تعتمد على التولرنس اوف ذا بين والبيشنت ايفالويشن. الديفر فروم ون بيشنت تو انذر، ديبيندينج اون ذا بين فري شورد اوف ذا بيشنت اند اكسبيرينس اند سايكولوجي. تفرق من واحد فهي تخليها ببالك بس هي تساعدك بعمليه الدايجنوسيس قلنا هاي كلها العمليه هي دايجنوسيس. فنيجي على البين هيستوري تاخذ الهيستوري ليش تساعدك الهيستوري؟ تحدد شنو؟ ديترماين طبعا هي النقاط اللي تدورها بالهيستوري دي اللوكيشن التايب اوف ذا بين الانتنسيتي طبعا هاي كلش مهمه هاي كلش مهمه لانه هاي راح تعملون وياها طول حياتكم. بين يجيك المريض بين فذول النقاط مهمات جدا حتى تعرف انه شنو هذا البين شنو المشكله. اللوكيشن التايب الانتنسيتي الحده الديوريشن المده
ستيمولس فاكتور العوامل المهيجه والريليفنج فاكتور العوامل المثبطه. فاللوكيشن اذا كان لوكالايزد او رادييتد بمعنى انه مركز في منطقه معينه او يضرب على الكوادرنت كله. تمام؟ التايب يكون شارب حاد او دل غير حاد يعني بصوره شلون نقول دل زين بس مو طيب. الثروبينج هاي جدا هاي نقطه جدا مهمه الثروبينج هاي كلمه مهمه شنو بالعموم يعني؟ ما يندل وين مكان؟ يقعد يقعد كل الالم يقعد لا لكن الثروبينج تمام؟ بس الثروبين ينقل نابض كله ينقل عندك هذا تعرف انه بارك فتح شيء معين. ستابينج اللي هو مثل طعن او الكتريك شوك صدمه كهربائيه. الانتنسيتي الحده يكون مايل او مودريت او سيفير. الديوريشن اللي هي اللونجيفيتي اوف بين افتر ستيميليشن هاي جدا مهمه من يقدر يقول لي عليها؟ 10 سكندز ريفيرسبل ولا 10 سكندز ريفيرسبل تمام صحيح بمعنى انه اذا سويت ستيميليشن بتاع البيشنت او مو انت تسال المريض اثناء لان انت بدك تاخذ تيستر بعدك ما تسوي تيستر فتساله مثلا ماي بارد من تشربك ايش قد يطول عندك الالم؟ فاذا قال ثواني واختفى او مجرد انه راح الستيميليشن راح الماي البارد راح الالم فتعرف انه الكيس اوف ذا كول از ليش بين الريفرسبل والريفرسبل؟ ليش يصير عندنا هذا الشيء؟ ليش بالريفرسبل تكون عده ثواني وبالريفرسبل تمتد اكثر توصل الى دقيقه او دقائق او ساعات مرات يظل يشكل الالم ساعه ساعتين تمام؟ هاي نقطة جدا مهمة، أولا مهمة لك ليش؟ بالتريتمنت بلان تعرف شنو الفرق بالتريتمنت بين الريفرسبل والريفرسبل، شنو الفرق اللي يقدر يقول لك؟ ترى اول شغله بتفعل الطريقه اللي نعالج بها البيشن تمام على الكوميونيكيشن بين البيشن تمام بس شنو هي الطريقه اللي يعني هو او الايديال تريتمنت اوف ريفرسبل واذا ريفرسبل اذا ريفرسبل نفتح نسوي حشوه اعتياديه تمام واذا وصل للبول بين الطريقه اللي دايك يعني هاي راح تحدد لك الطريق الاساسي اللي انت راح تمشي فيه انت مشكلتك مو انه انت كنت الدكتورز يصورون الدكتورز انه لازم يتخلص من البول دائما لا البمب اذا تحافظ عليه فشيء جدا مهم للسن للونجيفيتي اوف السن بمعنى انه السن اللي هو فايتال اللي ديبا راح يظل بالحلق المريض فتره طويله جدا بينما السن اللي هو نان فايتال راح يتهدم بمرور الوقت اذا ما تسوي له ريستوريشن كراون واللي واونلي بمعنى انه كيبينج ذا بمب فايتاليتي از فيري امبورتنت بمعنى انه انت كالاندودونتست هم لازم تحافظ على البالب بس البالب اللي تحافظ عليها اذا كانت الحاله مال البالب تساعد على هذا الشيء بمعنى اذا كانت ريفرسبل شو معنى ريفرسبل؟ ممكن يروح ممكن يرجع تمام طيب ريفرسبل هي الكونديشن ريفرسبل اذا شفت الكوزز اللي تسبب البالبايتس هو اسمه ريفرسبل البالبايتس بمعنى انه التهاب العصب شلون ريفرسبل فهذا اكو كوز اللي يسبب لك ريفرسبل بايتس فاذا شفت الكوز البايتس راح يصير هي فترجع الباب للنورمال كونديشن بس الريفرسبل بايتس معناها صارت اكو تشينجز بالباب تمنع رجوع الباب الى الحاله الطبيعيه وهسه احكي لكم شنو هي تشينجز اكو واحد يعرفها؟ شنو هي؟ شنو هي الحالة اللي تصير بالبمب اللي تفرق بين الريفرسبل والريفرسبل؟ اكو واحد يعرفها؟ اكو عند واحد عنده فكرة؟ هذا الريفرسبل لا هذيك كيسات لا اكو حالات بالباثولوجي هيستوباثولوجي يعني حالة معينة بالبمب تصير اذا كان عنده ابسس يعني تمام تمام اذا كان عنده مايكرو ابسس مو ابسس كامل هو البالب الريفرسبل بايتس والريفرسبل بايتس شوفها جوا الميكروسكوب متشابهات بس اكو اختلاف بسيط الريفرسبل بايتس اكو بين ابسس صغيرون او ابسسات معينه يعني عده مجاميع مال الابسس الابسس من يصير بالتشو بعد الريفرسبل ما يروح فلذلك نسميها الريفرسبل بايتس الابسس طبعا يصير نتيجه انفلاميشن بكتيريا دخلت بالبالب وصار
immune system, immune response أو inflammatory response فصار عندك abscess. هذا abscess مايل. فذاك هذا الفرق معنا reversible or reversible. معنى الكيسات اللي تصير فيها abscess تصير irreversible blindness. أنا مو قصدي abscess بنهاية التوف بل apex. أبو abscess نهاية الابكس يسموه periapical abscess. ذاك يختلف. لا الريفرسبل والريفرسبل تعرف نهايته فايبر. عليكم السلام. منو اللي بيحركه؟ المسيار الجوي ترى. كل سنوات. فالريفرسبل والريفرسبل تمام؟ نهايته فايبر. اكو كيسات نون فايبر. اكو كيسات نون فايبر. بس ذن نهايته فايبر. يعني من يقولوا لك ريفرسبل والريفرسبل فايبر نهايته فايبر. شو فايبر؟ response to the response to the normal condition stimulation. بس هو مو هذا الفايتال. الفايتال يعني اكو بلاد سبلاي. يعني اكو بلاد انه توصل للبامب. فهاي نسميها الكونديشنز فايتال. معناها انه الريسبل بعده يوصل له دم وبيسنسيشن. فلذلك المريض يحس بين لانه النيرف اندينج مالته بيها تشتغل موجوده. بس الفرق انه هذا ريفرسبل هذا ريفرسبل هذا يطيب وهذا ما يطيب. فنضطر نشيل الفرق بما انه ما يطيب وملتهب بده يسبب بين للمريض. طبعا مو كل الريفرسبل فايتس يسبب بين. اكو ريفرسبل فايتس يمشي بدون بين. بالنهايه تشوف نكروتيك يجيك التيوب التوب تسال المريض يقول لك انا ما صار عندي. بس اكو تسوس عميق تفتحه تشوف انه التوب نان فايت. دكتور زين هذه الابسس الموجوده بالبلط اللي بحاله الريفرسبل ما بالامكان انه تروح بالانتي بايوتيك؟ لا ما تروح شو مو لا ما تروح هو ابسس بس الانتي بايوتيك ضد البكتيريا. بس بما انه الابسس هو اللي هو ديد او ليكوفاكشن ليكوفاكشن تيشو ديد سيل اوف ذا بادي فلذلك ما تروح ما له علاقه بالانتي بايوتيك. ما ياثر عليه اقصد يعني؟ لا ما ياثر عليه كخلايا لازم تتخلص من البلط. هي هاي الفكرة يجيكم بين الريفرسبل فايتس كلش قوي انه لازم تخلص منها. طبعا هو الفرق الريفرسبل انفلاميشن تصير كل انواع البدن كل التشو تصير بالار تصير بالش اسمه. بس الفرق انه ذيك التشو مفتوح ما بيها فد هارد تشو محوطها. صفات الم السن تفرق عن باقي اعضاء الجسم انه محوطه بهارد ستراكشر. فذلك الفلين تشو تظل تضغط على الاعصاب ما عندها فد مجال تطلع من عنده. لا عندها مجال اوكلوزالي ولا عندها مجال من الابكس. محاوطه بهارد تشو دائما. فلذلك الم السن دائما يكون الم شديد جدا مقارنه بالانفلاميشن اللي تصير باقي اعضاء الجسم اللي عندها حريه بالحركه ما محدده بهارد تشو مو مثل الدنتين والانا. فقلنا الانتنسيتي تحدد لك اذا كان قريب على ريفرسبل او قريب على الريفرسبل. هي مثل السكيل مثل المسطره يا اما قريب على ريفرسبل يا اما قريب على الريفرسبل او بينات ما بين الريفرسبل وما بين الريفرسبل. احنا مشكلتنا طب الاسنان ما عندنا فد تيست يطب جوا الفم ويشوف الكونديشن مالته. احنا نعتمد على الريسبونسات اللي نشوفها من المريض والتيستات اللي عندنا. ما عندنا يعني فتفشي يعطيك 100% انه هذا التوث ريفرسبل ولا ريفرسبل. تعتمد على التخمين مالك او على التيستات اللي تسويها. ماكو فد وسيله نوصل للبالب نشوفه مايكروسكوبيكال حتى نعرف انه هذا ريفرسبل ولا ريفرسبل. نعتمد على ريسبونسز اوف ريتيشن. فهنا ذن ريسبونسز اوف ريتيشن هن ذني اللي وصلنا للدايجنوسيس المقرر. فقلنا الانتنسيتي تعطيك انديكيشن انه هذا التوث ريفرسبل اذا كان مايل او مودريت الى سيفير تكون مع اقرب للريفرسبل. بس مو دائما مو دائما خليها ببالك مو دائما. اكو كيسات تجي سيفير ريسبونس بس هي ريفرسبل. الديوريشن اللي احنا قلنا المهم هذا كلش مهم الديوريشن. ستيمولس فاكتر يشوف اذا كان سبونتينيوس تلقائي stimulated by cold, hot, sweet, or posture. إذا كان spontaneous تلقائي معناه إنه irreversible أطرب للirreversible.
إذا كان stimulated by cold hot sweets يعني نقول ما بين reversible و irreversible. والposture أيضا مهم بالصلاة تسلمت إذا كان الكوثي أبيك بالصلاة بتغير posture مالتك معناه irreversible. خلي بالك. والrelief factors analysis sitting and sitting. فبين النقاط تسجلها بالدنتال هيستوري. قلنا الهيستوباثولوجي هذا نورمال قلب تشوف ما فيه مشكله. هنا ريفرسبل بالبايتس تشوف اكو سيلز بس اقطع الكلام اكو سيلز انفلاماتوري سيلز. الريفرسبل بالبايتس تشوف اكو ابسيسات صغار موجوده بالتشو اللي هي هاي متروك. فلذلك هذا نسميه irreversible palpitis. كلهم دائما vital normal irreversible والirreversible vital. هاي الحالة طبعا هي بالتدرج تبدي التوث normal صار أكو كاريز قام يصير factor أو stress factor على القلب قام تصير inflammation بالقلب اللي هو الكاريز العادي تمام اللي ما واصل بعد القلب. المريض عاف الحالة قل الكاريز ينزل ينزل عنده قام يصير أقرب للقلب إلى أن دخلت بكتيريا بالكاريز دخلت للقلب بدأت عملية الريفرسبل انفلاميشن. فهي حالة متدرجة حسب اهتمام المريض. إذا كان ما مهتم بالكاريز ممكن أن يتقدم الكاريز يوصل إلى مرحلة الريفرسبل. طبعا هاي الحالة أيضا تستمر إذا عاف المريض تنتقل إلى عملية النكروسس تنتقل تنتهي بعد يصير نكروتيك بلب. ورا ما يصير نكروتيك بلب ايضا تستمر الحاله اذا ما عالج المريض تنتقل الانفلاميشن من السبيس اوف الكنال الى بريفكال اللي يصير عندنا بريفكال انفكشن او ليجن تمام؟ انفكشن ليجن بعدين يتحول الى سيست والى جرانيوم وهكذا. فهي حاله متطوره من البدايه من الكيريز من اول ما صار عندك الاثنين والجنكشن الى ان يوصل عندك البريفيكال. هي مشكلتنا احنا في الكلينيكا هي البكتيريا العدو الرئيسي اللي هي البكتيريا مال كيريز. نجي على كلينيكال اكزامينيشن تبدي هسه عمليه دورك ورا ما اخذت الهيستوري تبدي عمليه الاكزامينيشن مالتك تشوف الفايتال ساين البلاد بريشر الهارت الريسبيرتوري والتمبرتشر كلها ممكن تعطيك انديكيشن عن حالة المريض إذا أكو شيء كان abnormal. بعدين تبدأ extra oral examination تبدأ examination of the face واللب والنك for swelling or lymph node enlargement وأيضا تراقب ال jaw opening for TMJ problem جدا مهمة لأنه هاي تعطيك indication إذا تقدر تشتغل لما تقدر تشتغل خصوصا إذا كان 7 أو 8 اللي هي on the back of the mouth الجوبرينج لازم تنتبه عليها لو كانت بروبلم من الـ TMJ. فكل هاي تعطي علامات انه السورس اوف ذا بين ممكن يكون مو دنتال مو من السن ممكن يكون من other sources مثلا neurological ممكن يكون TMJ problem. فاكو هواي sources of the pain for the patient rather than the tooth or the fall. بعدين تبدي الانتراورال اكزامينيشن تشوف الفيستيبيولز الباكال ميوكوزن فور ساينس تراك فور كلر تشينج. ساينس تراك اللي هي مثل النتبه تصير بالجم او بالباكال ميوكوزن تعطيك انديكيشن انه اكو فد انفلاميشن بالبون هذا تكون صاير ب كيريز صاير ب انفلاميشن بالبروسيس بريبيكال انفكشن وهاي بريبيكال انفكشن طالعه من البون والكريوستيوم وطالع على الاوتسايد او الاورال كافيتي عن طريق ساينس تراك هسه راح اراوح لكم اياها. وعندنا ايضا نشوف الفريتر والميكروميوكوزيت فور انسبولين لان دائما احنا الطب الاسنان تكون عند البكر وتكون على الجدار ما يشوف الليمبو او الفريتر والميكروميوكوزيت مرات يكون انسبولين. بعدين اخر شيء تنتبه على التيف فور كي اس بي ما خلصت كنت احنا طبعا اول ما تتعلم تحل المريض لازم تروح على التوث تباع الكيريز لا برا يعني كلهم بعدين يلا اخر شيء تروح على التوث فور كيريز ليجن او تشوف الفوق ريستوريشن الريستوريشن انكسرت او اللوست تيث اند سوبر ماركت. بريودنتال ايفالويشن جدا مهم تشوف اذا اكو جنجيفايتس او بريودنتال باكيت
مرات اكو بوبيتات عطالك بريودنتال بس هي نارو بريودنتال بوبيت ما يندكيت اندودونتك ليجن، بمعنى انه الاندو ورا ما صار عندنا بريودنتال ليجن يطلع باتجاه البريوستي او باتجاه البريودنتال ليجن ويطلع من يمك ليجن تعبالك بريودنتال بوبيت، بس هو بالحقيقة هو ليكج مال باس او مانيفكشن من البريودنتال اريا الى السابس. بعدين نجي نسوي الكلينيكال اندودونتيك تيست، ورا ما خلصنا الكلينيكال اكزامينيشن نبدي التيستات. هاي التيستات جدا مهمه تحدد لك الستيتس اوف ذا هيلث، قلنا اذا التوث سواء فايتال ولا نون، اول شيء نحدده فايتال نون فايتال. اذا نون فايتال اوكي تريتمنت مالته معروفه روت كانال تريتمنت، اي توث نون فايتال روت كانال تريتمنت. تمام؟ ليش؟ شنو يعني نون فايتال؟ شنو نون قصدك نون فايتال؟ نون فايتال يعني بوب ديد. زين ماكو غير اكو سيمبتومز وياه او شنو؟ ديد. ديد شلون صار ديد؟ انا تكلمت اكو عده عده دكتور الكبار بالعمر مثلا او لا لا بس ماكو شنو يسوي ديد. هسه شرحنا. هسه شنو السبب؟ قولوا لي شنو هو السبب؟ هذا البصل اللي صار هيك يعني الاسباب اللي ممكن تسبب انه الباب ديل شنو هي؟ تروما. هاي واحد بلوز او تروما او ضرب بلوز او تروما نتيجه البايتنج او ضرب مثلا بوكس دائما تجيكم اسنان الاماميه مضروبه تمام او واقع عليها فهاي الضربه تسبب كات بالبلاد سبلاي فيصير ديل. السبب الرئيسي شنو؟ كاريز. كاريز فعندك عدة أسباب كاريز تروما وهاي أسباب ممكن تسبب لك ديد. فهاي التيست راح تساعدني إنه نحدد أول شيء فايتال ولا نون فايتال. إذا نون فايتال قلنا نسوي روت كانال، ليش نسوي روت كانال؟ الديد الديد بارت ليش نسوي له روت كانال؟ تكون بيئة مناسبة للإنفكشن. تكون شنو؟ بيئة مناسبة. تمام، إذا كانت تروث نون فايتال فهو بيئة مناسبة للإنفكشن. فانت حتى تمنع الانفكشن تسوي روت كانال تريتمنت. شنو فائده الروت كانال؟ ليش يصير عندنا انفكشن؟ ليش بيئه مناسبه للانفكشن؟ التوث اللي ما بي بلب او الدين او الفارغ من البلب ليش يصير بيئه مناسبه للانفكشن؟ كوميونيكيتد كانال ويا البادي يعني ما شوي ذاك الميوريتمنت ففي انك تدخل سيلز تدخل كل السيلز تدخل الداخل تمام كل البكتيريا تدخل بس هذا المكان الفارغ هو فد مكان للبكتيريا ليش ما فيش فانت شو تسوي بالاوبشن احنا اوبشن ليش نسوي افويد انفكشن تمام شلون افويد شو نسوي سد تمام سير هو الفكره من الاوبشن نسوي سير لهذا المكان نسد المكان حتى لانه انت عندك اورا كافيتي وعندك بون او تشو فاكو فد مجرى ما بين الاورا كافيتي وما بين التشو يدخل لك بكتيريا فانت حتى تسد هذا السبيس تسوي روت كانال تريتمنت. هاي الفكره كلها من الرئيسيه من الروت كانال تريتمنت انه تسد السبيس ما بين الاورال كافيتي وما بين البون. هاي الفكره الرئيسيه. عمليه الروت كانال اللي هي الورك بلانت والاوبشن والاوبشن هاي كلها حتى تسد السبيس اللي موجود. فاول شيء قلنا نحدد فايتال من فايتال. اذا فايتال نحدد شنو؟ ريفرسبل اور ريفرسبل اور ريفرسبل حتى تحدد ان التريتمنت مالتنا مو كانال ولا مو كانال. فاول تيست اللي هو المهم عندنا الثيرمال بوب تيست تقسم الى نوعين كوب وهوت او اهم شيء عندنا الكوب الهوت ايضا يفيد. فنجي على الكوب تيست عاده يصير ثلاث شغلات يفيد كلورايد اللي هو هذا البخاخ بخاخ ماده ترشى على الكوتن باليت تصير متجمده تسبب لك نوع من الكولد ابلكيشن على التوت فتوزر كوتن باليت تضغط عليها وتخليها على التوت تمام؟ من تخليها على التوت راح يكون اكو ريسبونس للبيشن قلنا احنا اعتمادنا بالدايجنوسيس على الريسبونسز اوف البيشن ما عندنا تيست يحدد لك انه او تقدر تشوف الكولد ما بس الريسبونس اوف البيشن ف ديوريشن اوف ذا ريسبونس duration of the response
هو اللي راح حدد لك ريفرسبل لا ريفرسبل. زين اذا ما ريسبونس شنو يعني؟ نفايتر صحيح. اذا ما في ريسبونس خلال عده ثواني معناها تروح للفايتر خلاص هو كان اوت تريتمنت. اذا كان اكو ريسبونس على المده مش قد المده 10 الى 15 ثانيه 10 ثواني مقبولة ريفرسال أكثر لا ريفرسال. هو عادة الصحيح أنه أول ما تشيل الجلطة يروح للفلك هذا ريفرسال أو نورمال يخلون الريفرسال والنورمال نفس الكاتيجوري. أول ما تشيل الجلطة يروح للفلك بس إذا ظل ثواني مثلا 5 10 ثواني في اتش دي ترى ما في على هاي الشغلة بالبريطانيا لما خلصت ترى على هاي الشغلة أنه أعرف هذا البيشنت ريفرسال ولا ريفرسال. فكنا حددنا ماكو هسه اذا تشوف الحدود اذا تشوف المحوث ماكو يعني وقت معين يقول لك هاي ثواني دقائق من ثواني الى دقائق. فاحنا حددنا 30 ثانيه. اذا ظل الالم 30 ثانيه كنا نعتبره ريفرسر ونسوي التريتمنت على هذا الشيء. اذا كان اكثر من 30 ثانيه نسوي له ثواني. فشفنا انه ممكن انه يوصل الى 30 ثانيه بس بالنسبه لكم 10 ثواني كلش كافي. 10 ثواني اذا كان الفين بالنسبه لمده 10 ثواني وقت فل اذا اكثر من 10 ثواني يعتبرك ريفرسال. طبعا هاي مو تيست واحد تسويه لازم اكثر من تيست اكثر من تيست تسويه. طبعا خلي ببالك انه اكو اسنان كالسيفايد كانون ما يوصل لها كونديشن اوف ستيموليشن راتسن ستيموليشن راتسن فتحتاج وقت اطول. الكالسيفايد كانال عادة تحتاج وقت اطول حتى تعطيك ريسبونس اوف بيشنت. طيب بلوك الكالسيفايد كانال تكون بلوك تكون مسدودة يعني؟ ايه لها كالسيفايد تمام بس نسبة البلوكج ما نعرفها ما تقدر تشوفها مايكروسكوب نعم تمام. فالكالسيفايد كانال بتعطيك ريسبونس شوية فمثل ما قلنا هذا التيست جدا مهم. هذا طبعا كل طبيب اسنان لازم يسويه كل طالب اسنان لازم يسويه اي كيس في يسوي دايجنوسيس لازم يسوي هذا التيست. اول شيء يقول لك هذا كله فايتال ولا انفايتال. ثانيا اذا كان فايتال حدد ريفرسبل ولا ريفرسبل وتمشي على هذا الموضوع. طبعا هاي ويا الهيستوري انت ما تاخذها واحده ويا الهيستوري مرات بالهيستوري تقدر انت تحصل انيشال دايجنوسيس بس ويا هاي تسوي كونفرميشن للدايجنوستيك موجود تمام؟ عندنا الهوت تيست اللي هو هوت كاتافيركا. تجيب كاتافيركا تحميها وتخليها على التيست. الهوت تيست عنده فائده واحده انه ات هيلب لوكيت سيمتوماتيك توث وذ نكروتيك بارت. قلنا النكروتيك بارت سواء يكون وذ سيمتومز او وذاوت سيمتومز. فاذا جاك توث نكروتيك بارت بس في سيمبتومز في بين فانت شو يجي بالك ريفرسبل ولا ريفرسبل تمام؟ ريفرسبل مو يجي ريفرسبل ولا ريفرسبل من يجيك توت في سيمبتومز مو يجي بالك ريفرسبل ولا ريفرسبل لان بين معناها فايتال معناها هو شلون نكروتيك تمام؟ هو شلون نكروتيك بالمعنى؟ هو نكروتيك بس في سيمبتومز هو توت نكروتيك بس في سيمبتومز بالبريودون شو ما يجي؟ لانه اكو ابسس موجود داخل الكنال فص فهذا يضرب على البريكتيكال اريا فيعطيك سيمبتومز بس انت على بالك من الباب تمام؟ هذا يساعدك التيست الهوت تيست انه تحدد انه التوث نكروتيك. فاذا صار عندك بين من تخلي لقيت بيرتي هوت معناها شنو؟ انه عندك نكروتيك بامب وذ سيمبتومز نكروتيك بامب وذ سيمبتومز لان عاده الهوت يهدئ الريفرسبل او الريفرسبل كوينتس بينما بالنكروتيك يهيج. فتسال انه تشرب شاي حار يأذيك اذا قال لك شاي حار يأذيني معناها انه هو نكروتيك خلي البلوتوث نكروتيك مو سنتكس تمام. بينما الكولد بالعكس يضرب على ريفرسبل ولا ريفرسبل معناها الكولد بعد فايتال بس الكولد هني يموت وبي سيمبتومز معناها انه نكروتيك بار بالهارت يأذي. زين شنو الفرق بين الاثنين؟ هو
التريتمنت مالتك شو راح تكون لو قلت كنها؟ 1 فيزيت 2 فيزيت 3 فيزيت البرودكت مالت ما تسوي 1 فيزيت لانه اكو انفكشن فيراك تضطر تخليها 2 فيزيت او 3 فيزيت حتى تخلص من الانفكشن او انه تحدد لك الانتراكنال ميديكمنت شنو راح تخليه؟ خلي ماتيريال انتي بكتيريال قويه او لا فمهم انه تحدد نكروتك ولا مو نكروتك صح انت التريتمنت مالتك هي نفسها بس الفرق انه شنو طبيعه التريتمنت شنو البروجنوسيس اوف ذا كيس طبعا النكروتك برضه البروجنوسيس مالتك اقل بتشوف بيصير نكروسيس مو مثل ما تشوف هو فايتال وانت طلعت الباوت طلعت الباوت قدامك وهو في بلاد وفايتال وش اسمه ما 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 وصل الانفكشن معدل البون بس النكروتك احتمال وصل للبون وكذلك التوث اللي هو نكروتك والكريتيكال ليجن ايضا البروجنوسيس مالته يختلف عن التوث وذ ريفرسبل او ريفرسبل قلنا ليش بالهوت يصير بين؟ لانه قلنا الاكسس، الاكسس دائما بالحراره يتبدل. الغاز الغاز عندنا البركشن تيست مهم. شنو فائده البركشن تعرفون شنو؟ نقب. نقب، سواء طبعا هو بالفنجر قايلين بس انا ما اعتقد الفنجر لازم متل. والمرار متل، والمتل ايضا مو مجوف، شايفين مرارات مجوفه؟ الهاندل مالته لا ما مجوفه صلبه وتدق عليه تدق شنو يعطيك انديكيشن بركشن اذا كان اثنين؟ الابيكال 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 او انفكشن تمام؟ فهاي يعطيك انه الاكستنت اوف انفلميشن وين واصله؟ واصله للبريودنتال ليجمنت بمعنى انه الانفلميشن عندك تطور ف it reveal if there is epical involvement because of proper pathology. This is done by tapping the tooth by finger or any metal instrument and see the response of the patients. The palpation is an element of him. He will like the canal inflammation طالع من periodontal ligament وصل للperiosteum أو للبون فتتحسسها بالفينجر إذا كان في pain فوق التوث هذا التوث اللي هو سبب المشكلة إذا تحسست بصبعك قال لك المريض عندي pain معناها تعرف انه الانفلاميشن او انفكشن واصله للبريوستيوم اوف ذا دكتور فاذا واصله شنو اللي يصير؟ تعرف انه الاكستنت اوف ذا انفلاميشن وين واصل؟ معناها عندك الاكستنت اوف انفلاميشن قويه جدا. سيرجيكال؟ لا مو سيرجيكال. لا لا يعني قصدك انه اهتم له بالانتي بايوتيك قوي و تمام وتبنى... الريجيشن زين ورا التريتمنت تطير الانتي بايوتيك نعم فتعرف انه اكو انفلاميشن واصله عندك للبريوستيوم الموبيلتي اوف ذا تيث ايضا جدا مهمه هي جريدات 1 2 3 طبعا الجريد 3 جدا مهمه والبروجنوسيس مالتها كل صعبه انا ليش اقول لك هذا الشيء؟ انتم جزء ما تفرطكم بس بالخارج من يجيك مريض يريد من عندك نسبه نجاح تمام؟ بنسوي له تريتمنت ب 700 باوند مثلا يريد نسبه نجاح يريد انه تضمن له من هنا خمس سنين ست سنين 10 سنين لانه يحاكمك يعني محاكمك يقدم عليك دعوه فانت حتى تعطي هذا الضمان تسوي الدايجنوستيك تحدد انه هذا التوث شنو نسبه نجاح فهاي كلها تعطيك من ضمن نسب النجاح اللي تحتاجه اذا كان انفلميشن واصله بريوستيوم عابره اذا صار عندك انفكشن ليجن فكل هاي تحدد هذا بس هنا ما بس هناك لا محدده لازم انه تعطيك فد نسبة نجاح معين. فالموبيلتي 3 تكون دائما البروجنوسيس مالته جدا قليلة. أنا ليش أقول هاي البروجنوسيس؟ لأنها مبنية على بحوث، يعني جابوا كيسات موبيلتي 3 موبيلتي 2 موبيلتي 1 وشافوا البروجنوسيس، البروجنوسيس مهم. البروجنوسيس اللي هو السرفايفل أوف التوث ورا سنوات تمام؟ فشافوا أن الموبيلتي 3 لا يروح يتحرك ويوقع ويبتهي وتصير فيه انفلاميشن وانفكشن كذلك سووا ريليشن ما بين البروجنوسيس اوف الكنال والموبيلتي وكذلك البابيشن مرات عندك يصير عندك سوفت تشو ليجن ديو تو مال اوكلوجن مال اوكلوجن عندك مشكله هنا تشوف السن تلتت فعندك مال اوكلوجن بتكون فده يسبب لك مشكله في الابيكال اريا اوف ذا توت او بالبريوستي هاي السينس تراكت تصير مرات مقادير التوث اللي فيه مشكلة
اللي هو نان فايتر قلنا ان مالبروما او كيريز فتصير عند كوميونيكيشن ما بين البريميكال اريا وما بين البريوستيال يطلع الباس لان الباس موجود دائما الباس او الانفكشن بالبريميكال اريا تحاول تلقيها مكان تمام تطلع من عندك تمشي سبريد فدائما النقطه الضعيفه تروح عليها فتطلع من البريوستيال تطلع على شكل ساينس تايم بس الساينس تايم ما تصير ما بين السنين ما بين هذا وما بين هذا الاثنين هذا مثلا كيريز الاثنين هذا فرد فرد قديم فحتى تعرف هاي المتابعة ياكل ياكل انفكشن هنا او هنا صاحب الاكس راي تساعدك بس ايضا التست يساعدك والدايركشن فتخلي جتك ارتي بالساينس تايم وتاخذ اكس راي شوف وين واصله من هذا السن ولا هذا السن من هذا السن ولا هذا السن فهذا التست مهم ايضا في حاله انه عندك ساينس تايم تخلي جتك ارتي تاخذ اكس راي وتشوف وين واصل ياكل اذا كان عندك مس ليدنج دايجنوستس ما بين هذا وما بين هذا دكتور التستات الاخرى ما اقدر اعرفها قبل لا اسوي هذا الاختبار تقدر بس مرات اعرف بس سبيسيفيك تو بس مرات بس صدفه سنيا او مثلا السن هذا قلنا كالسيفايد كانال بس هو ضايفر ما في شيء توصل الى الابس توصل الى الابس مثلا اكو هواي ترى حالات صعبه يعني صعب انه تلقي الدايجنوس الصحيح مثلا كالسيفايد كانال او كالسيفايد بارك بس هو ما يحتاج روح كانال فانت اليمنى مثلا كيري فحتى تعرف يا هو اللي واصل الدخن متفكر مساعد هو دائما يسوي تيستين للداخل كل كيس يسوي لها تيستين للداخل مو واحد ترانس الومنيشن حالات تجي نفس البين ما ريفرسبل ولا ريفرسبل تمام بس ما بي هو كيريز مثلا ما بي مشكله بس بي كراك فترانس الومنيشن اللي هو نخلي والله ساطع على الدروب يشوفه يشوف اذا اكو كراك ولا لا الكراك يخلي التوث انستيبل لذلك اذا كان اكو بلوجن ضغط من الابر ولا ورا يضغط فتصير في حركه هاي الحركه راح تسبب بين بالبول فيسموه كراك تو سيندروم كراك تو سيندروم هاي يشوفها بالترانسلوميشن وبالمايكروسكوب بالمايكروسكوب الترانسلوميشن تساعدني اذا اشوف التوث الكراك دي ولا لا دكتور الكراك ما اقدر اخليه على بطنه او هيك شيء تمام غير التيست مال الفايت تيست هذا الفايت تيست خلي فنهود ستيك او بطنه على جهه معينه من التروث تخليه عرض يعني تخليه على البطن تخليه على البقعه مثلا على البطن وتخليه عرض اذا كان اكو بين اثناء هذا الشيء معناه انه اكو عندك كراك طبعا مو وايده لازم تسوي ترانسلوكريشن البريودنتال بروبين مهمة حتى نعرف اندو فريولين اذا كان عندنا كوميونيكيشن ما بين الفريو وما بين الاندو او اذا كان عندنا فيرتيكال روت فراكشر من يصير عندنا فيرتيكال روت فراكشر بالتور معناه انه صار فدائما يتكون عندنا بريودنتال بروبين من جهة الفراكشر بريودنتال ديزيز ذات نيد تو بي تريتد فحالات تجينا كوميونيكيشن ما بين الاندو والفريو هو اندو وهو فريو ناخذ اكس راي من الفيرتيكال نسوي بروبين من البريودنتال بروبين اكو كوميونيكيشن بيناتهم فرد نعرف شنو عمل روت كانال بالبدايه ولا البريود شنو السبب الرئيسي من البدء نبدا بالاندور ولا نبدا بالبريود فهاي البريودنتال بروبين جدا مهم ويا اكس راي حتى نعرف شنو السبب الرئيسي وقت محاضره كامل راح اعطيكم اياها عن الاندو بريو يا هو البرايمري اندو يا هو البرايمري بريو وشلون تبدي العلاجات مالتها رايديوغراف هاي هم نسويها اللي هو جدا مهم تعطينا الباثولوجي ان البريفيكال اريا احنا بدنا نشوف الكلام بدنا نشوف الكيريز بدنا نشوف الكراك بدنا نشوف الفرين بدنا نشوف كل شيء بالكلام قدام عندنا بس البريفيكال اريا بدنا نشوفه فالرايديوغراف جدا مهم هي تبدي به اندور لازم اول ما تبدي اكس تمام باثولوجي ان البريفيكال اريا ستاتس اوف ذا تروث اند ستراكشر بمعنى فراكشر بالروت اكو مشكله بالبريودنتال ليجمنت اكو بروبلم بالبون اكو ريزوبشن بالبون كل هاي تطيق نتيجه تطيق الراديوغراف كل هاي المعلومات واذا نعم بالنسبه للراديوغراف مو بديل هو مساعد الراديوغراف ضروريه
بارامتر يرددونها إذا مهمة، خصوصا الروت كانال هي كير اس كير كيرفات مالتها وين متجهة configuration جدا مهم. ممكن انه يطلعنا عن الانترنال ريزولوشن كده هاي حكاية تكسلت قلت انه رأسها في روت كانال وعرف راح يطلع الفايل هيك لا بس اذا عندك روت ريزولوشن شلون من البداية خيار هاي الكيس هنا عندك كريتيكال باثولوجي هاي يحتاج لسيرجري يتعالج بس هذا صعب عادة هو واحد بس هذا الاثنين صعب لأنه يعني إذا تسوي أوبجريشن بس شلون تبني هاي المنطقة؟ نعم بالكتفير دكتورك ويش مادة سائلة نخليها مثل سد البون وكأنه مثل مثلا تأكد هاي مادة سائلة سد الكوشي أكيد هم راح أتفيدك فيها نعم السيرجيكال ورا ما نسوي البرايمر حيث ما فادت فيل سوي سيرجي بمعنى انه داخل اكس راي ورا ست شهور ورا سنة اخذت اكس راي اذا لقيت نفس الحجم او كبران سيرجي معناها مدى معناها هاي الكوميونيكيشن مدى تنزل زين معناها بعد البكتيريا اذا تقوى عندك بتسبب لك مشكلة فتضطر انه تسوي سيرجيكال سيرجيكال انه تفتح الفلاب تنظف المكان وهذا الابيكس او بدنك تقصه بيسكتر وتحط الريترو غريفيلين تحط الريترو غريفيلين تمام؟ اخر شيء عندك كافيتي تيست اذا ما توصلت الى اي شيء بالكول تيست ثيرمو تيست ما توصلت الى فكرة شيء معين ما تقدر تحدد تسوي كافيتي بالتوث بدون انسيزا حتى تعرف هذا التوث فايتال ولا فايتال تمام؟ بدون انسيزا تدخل التنين without any انسيزا عندنا سيلكتيف لوكال انسيزا ايضا مهمة اذا كان عندك ريفيرد بين ما بين الابر واللور البيشنت يقول لك انا بدي احس بالابر بس ولا ولا تشوف التوث باللور فتعطي سيلكتيف انسيزا هذا طبعا ما تفيد بين الادجيسنت توث والادجيسنت توث يعني يقول لك عندي اثنين اسنان واحده بالثانيه دايره ما تفيد لان انت تسوي انسيزيا للكوادرنت كله فاذا كان الفرق بين ما بين الابر واللور تسوي سيلكتيف لوكال انسيزيا تفيدك انك تعرف الريزن اوف ذا بروبلم عندك الكتريك فول تيستينج اللي هو شبيه الكول تيست نفس البروسيجر It provides information about the response of the nerve fiber and the pump. The most important test that we have done is called the electric, the heart. Now, then the response of the nerve, more response of what we call sensibility test. Sensibility test, sense. Going to give it sense, the meaning, the احساس. But in reality, the vitality is related to the blood supply. أكواست تيستات جديدة دوبلر ليزر دني يقيس البلد فلو بالقلب فيشوف أن هذا القلب vital solid نون vital فدني نسميه sensibility test فبتيجي تقولي هذا التوث مو vital sensible to the test بيحس بالتيست دكتور هو sense جام من النيرف تمام مرات النيرفات تطلع حتى لو البلد سبلاي مثلا قال عندك صار في ديستركشن النيرف تقلق مرات فتعطيك احساس فذلك النكروتك مرات يكون سمبتوماتيك فهذا السنسبيليتي تيست مو فايتال تيست فشو يصير لنا الكريبال تيست او شو الفاكتور افكت ذا ليفل اوف ريسبونس
انت كان لنا مو فيتنس اذا كان لنا مو عريق جدا او فتين فيتنس مالتس فممكن انه يفرق لك على الريسبونس اريا اوف ذا بروب بليسمنت وين تخليها عاده بالميدل ثيرد اوف ذا ليبر سيرفيس لا بالكروز اب ولا بالسيرفايتال ثيرد كلاسيفيكيشن ريستوريشن اذا كان بما انه الكتريك المتل ياثر والكشن ليفل اوف الانكزايتي بما انه ياثر على هاي خلصنا التيست فمثل ما قلت لكم الدايجنوسيس جدا مهم عطناكم هسه ساعه شكرا يا دكتور بالنسبه للعيادات حاولوا تجيبون وياكم صوديوم هايبوكلورايد يبيعون الطالب او طاسه بالبيت تخففه واحد مي الى واحد طاسه تمام وتجيب فينجر سبريدر وياك لان السبريدرات دائما عريضه وما تساعدك مع عمليه الدكتوريشن واكسسوري كون حاول اكسسوري كون اللي هي سايز 15 و20 كلش صغار مره تحط الماستر كون تحتاج اكسسوري كون هوايه حتى تسوي الدكتوريشن تجينا بالاندو او ما تبغى وزن لا اندو بالعياده ان شاء الله ان شاء الله بس اليوم الاحد من جماعه الاحد احنا دكتور جروب سبت ان شاء الله موافقين ان شاء الله دكتور بقيه الايام